الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما، ونسأله جل جلاله أن يجعلنا أول العالمين أول العاملين بما نعلم من كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يختم لنا بالصالحات، فإنه جواد كريم سميع مجيب. ثم أما بعد، يقول جلال الدين السيوطي رحمة الله عليه، يقول: ألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم. القرآن الكريم كلام رب العالمين، تنزل على مدى 23 سنة ليبني المفاهيم، وتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم مراد ربه من كلامه الذي أنزله عليه، وأمر ببيان ذلك للناس، فتكفلت السنة النبوية بهذا البيان، بيان ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل والإقرار. وكانت نتيجة كلمات القرآن ونتيجة البيان من النبي عليه الصلاة والسلام أنه تم الحلول التام للإسلام في واقع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج الناس الخروج التام من مفاهيم الجاهلية التي كانوا يعيشون فيها، ودخلوا الدخول التام في نور الإسلام. ولذلك قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأول من يدخل في هذا الخطاب هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. فهذا كتاب الله عز وجل، وكل تلك الثمرة العظيمة إنما بنيت على هذا الكتاب
الهدى. ونحن نقف مع سورة النساء رابع السور بحسب ترتيب المصحف وسادس السور نزولاً من القرآن المدني. وكان وقوفنا في درسنا الماضي مع الآية الثانية من هذه السورة، وهي قول ربنا عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. والمقدمة التي قدمت بها وأشرت إلى أثر كلمات القرآن في بناء مفاهيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخولهم في نور الإسلام الدخول التام، وخروجهم من مفاهيم الجاهلية الخروج التام، فبعد أن وقفنا في درسنا الماضي مع المعنى الإجمالي لهذه الآية التي قرأتها، فإننا نجد في هذه الآية ثلاث كلمات نريد أن نقف معها لنطبق شيئاً مما ذكر. فذكر الله عز وجل في هذه الآية لفظة الخبيث ولفظة الطيب ولفظة الحوب، إنه كان حوباً كبيراً. فالخبيث هذه الكلمة التي ذكر علماء اللغة أن الخبيث والمخبث ما يكره رداءة وخساسة محسوسا كان أو معقولا، وأصله الرديء الدخلة الجاري مجرى خبث الحديد. وعندما وقفوا مع استخدام هذه الكلمة في القرآن العظيم، فماذا قال العلماء الذين بيّنوا معاني كلمات القرآن؟ فنجد الإمام الراغب الأصفهاني رحمة الله عليه يقول: وذلك يتناول الباطل في الاعتقاد، والكذب في المقال، والقبيح في الفعال. فدخل على المعنى اللغوي قيد مهم، وهو أن الخبيث في استخدام القرآن في جل المواضع التي ذكر فيها لفظ الخبيث، ولفظ الخبيث ورد في القرآن 17 مرة في 9 سور من سور القرآن، جلها في استخدام هذه الكلمة على الأمر المحرم شرعاً المذموم شرعاً. فأصبحت هذه الكلمة لها هذا البعد، فلذلك قال: وذلك يتناول الباطل في الاعتقاد، والكذب في المقال، والقبيح في الفعال. والحافظ ابن حجر عندما نقل هذه الكلمة قال: والمحرم من الصفات والأخلاق. فإذا أصبح قيد التحريم قيد حاضر جدا في
هذه الكلمة. واستعرض الراغب عدد من الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة وذكر المعنى بصورة مجملة ليبين هذا القيد، فذكر قول الله عز وجل ويحرم عليهم الخبائث، قال ما لا يوافق النفس من المحظورات. فقيد من المحظورات والمحظور إنما هو ما منع منه الشارع. قال أيضا وذكر قول الله عز وجل ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، قال فكناية عن إتيان الرجال. وذكر قول الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، قال أي الأعمال الخبيثة من الأعمال الصالحة والنفوس الخبيثة من النفوس الزكية. فالزكية وصف شرعي مطلوب للنفس أن ترتقي إليه، قد أفلح من زكاها. وأيضا ذكر قول الله عز وجل ولا تتبدل الخبيث بالطيب، أي الحرام بالحلال. وذكر قول الله عز وجل قل هل يستوي الخبيث والطيب، قال أي الكافر والمؤمن والأعمال الفاسدة والأعمال الصالحة. وذكر قول الله عز وجل ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، قال فإشارة إلى كل كلمة قبيحة من كفر وكذب ونميمة وغير ذلك. فإذا أصبح القيد الذي هو المحظور بميزان الشرع، فإن هذا القيد أصبح مرتبط بهذه الكلمة التي هي الخبيث، التي هي الخبيث. ونجد في تلك المواضع السبعة عشر التي ذكر فيها الخبيث، في ستة عشر منها ذكر مع الخبيث الطيب، وهو المقابل لمفهوم الخبيث. في ستة عشر موضع من المواضع التي ذكرت فيها لفظة الخبيث ذكر معها لفظة الطيب، كما قال الله عز وجل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، فذكر الطيب والذي خبث. أيضا ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وأيضا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فجمع بين ذكر الخبيث والطيب. أيضا قول الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الخبيث من الطيب. فإذا في ستة عشر موضع ذكر الجمع بين كلمة الخبيث وكلمة الطيب سوى موضع واحد، وإن كان الجمع بين الطيب والخبيث أيضاً، وهو في الآية التي ذكرت قوم لوط في قول الله سبحانه وتعالى ولوطاً آتيناه حكماً وعلماً
ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. فإن كان لوط يمثل الفئة الطيبة في مقابل أهل القرية الذين يعملون الخبائث ونجد من خلال آيات القرآن أن هذه اللفظة توجهت بحسب آيات القرآن إلى الكلمة، وتوجهت إلى المال، وتوجهت إلى الإنسان، وتوجهت إلى الشجرة، وتوجهت إلى البلد، وتوجهت إلى الأفعال. فإذن توجهت إلى كل تلك الأمور. فالإنسان في نفسه، والإنسان في أفعاله، والإنسان في مكانه، والإنسان في مطعمه. فنجد هذه الكلمة فإنها توجهت إلى كل تلك الأمور. الذي نريد أن نقف معه بعد هذا الإدراك وهو بيان دور سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ الذكر حينما تحيا تلك الكلمات القرآنية لتكون حاضرة في حياة الناس ويسمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهمون معناها. فنجد استخدام تلك الكلمات على لسانه صلى الله عليه وسلم بتطبيق تلك الكلمة على المفهوم الذي أراده القرآن، وتوسيع ميدان تفعيلها إن كان ذلك مما تتحمله تلك الكلمة، وحفظها من الدخيل عليها. ونجد ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقف مع عدد من النصوص لنرى كيف كانت تحفظ كلمات القرآن لتبني المفاهيم في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا، أي الملائكة، أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. إذن الطيب وصف وصف به النفس، ووصف وصف به الجسد، فالنفس طيبة والجسد طيب. قال: وإذا كان الرجل السوء قالوا، أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث. فإذن وصفت النفس حال أن يكون الإنسان صاحب سوء، صاحب معصية، صاحب اقتراف للذنوب، فوصفت نفسه بأنها خبيثة، ووصف جسده بأنه خبيث. وحال الإنسان عمله صالح وفعله صالح، فوصفت نفسه بالطيبة، ووصف جسده بالطيب. أيضا الأعمال، قال معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقي من الدنيا بلاء وفتنة، وإنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. فالإنسان له باطن وظاهر، ففساد الظاهر دليل فساد الباطن،
وفساد وصلاح الظاهر مشعر بصلاح الباطن. والعبرة هنا أنه قال إذا طاب أعلاه طاب أسفله، فوصف الأعمال بأنها طابت طيبة. وإذا خبث أي وصف الأعمال أيضا بالخبث، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. فإذا النفس وصفت بهذين الوصفين الطيب والخبث، وأن ذلك مرتبط بقيامها بأمر الله وانقيادها لحكم الله أو مخالفتها لأمر الله، فالطيب مع الاستقامة والخبث مع الانحراف والترك والتخلي وعدم الاستجابة لأمر الله عز وجل. أيضا مما ورد في السنة في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه، أي نام عندها، وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. قالت قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قال الإمام النووي في شرح للحديث الخبث بفتح الخاء والباء، وفسره الجمهور بالفسوق والفجور، وقيل المراد الزنا خاصة، وقيل أولاد الزنا، قال والظاهر أنه المعاصي مطلقا. وأيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وخرجه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. فجمع بين ذكر الطيب والخبث للنفس وارتباط الطيب بعدم الاستجابة لوسوسة الشيطان والقيام لطاعة الله عز وجل طاعة الرحمن، والخبث بقبول وسوسة الشيطان وعدم طاعة الرحمن جل جلاله. وأيضا هذه الكلمة باستخدام اللغة قد يتسع المعنى لتشمل عدة معاني، والنبي عليه الصلاة والسلام من أثر استخدام القرآن للكلمة وأنه اتجه بها نحو المذموم شرعا، فلذلك عندما استخدمت هذه الكلمة في معنى واسع فإن النبي عليه الصلاة والسلام وجه أصحابه بعدم استخدامها في ذلك حتى يبقى لها ذاك المعنى. ويؤخذ هذا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي رواه الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. الإنسان إذا امتلأت معدته وأكل الطعام الكثير فإنه قد يصيبه شيء من الغثيان، فإن قال خبثت نفسي فبالمعنى اللغوي المعنى يحتمل،
والنبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يستخدم في هذا الموطن هذه الكلمة التي هي في القرآن جاءت في جل مواطنها أنها استخدمت في المذموم شرعاً، فلذلك نقلهم إلى كلمة لا تحتمل هذا المعنى المذموم شرعاً، وهو استخدام كلمة لقست. ولذلك يقول ابن حجر منوهاً إلى هذا المعنى العظيم قال: وإنما كره صلى الله عليه وسلم من ذلك اسم الخبث، فاختار اللفظ السالم من ذلك. وكان من سنته صلى الله عليه وسلم تبديل الاسم القبيح بالحسن. وقال أيضا: انتقل من لفظ الخبث وإن كان المعنى المراد يتأدى بكل منهما، لكن لفظ الخبث قبيح ويجمع أمورا زائدة على المراد، بخلاف اللقس فإنه يختص بامتلاء المعدة. فإذن هذا الهدي النبوي يعطينا أيضا هذه الدلالة، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ كلمات الذكر ويجعلها حاضرة في حياة الناس، حتى أن هذا المعنى استقر في نفوسهم. ولذلك عندما نهى النبي عليه الصلاة والسلام من أكل بصلاً أن يحضر صلاة الجماعة، وقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يصلي معنا، أي الجماعة. فعندما سمع الناس هذا الوصف قالوا: حرمت حرمت، لأنه ورد في دينهم هذا المعنى. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الأمر، فقال: ليس لي أن أحرم ما أحل الله، ولكن شجرة كرهت رائحتها فقلت ذلك. فإذا نجد كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل لهذه الكلمة حضورا في حياة الناس. والنفوس إما أن تكون نفسا طيبة خالصة، وإما أن تكون نفسا خبيثة خالصة وهي نفس الكافر، وإما أن تكون جامعة بين الوصفين. وإن جمعت بين الوصفين فإنها لن تدخل الجنة، لأن الجنة دار الطيبين حتى تنقى مما لحقها من الخبث. وتلك التنقية إما أن تكون في الدنيا وإما أن تكون في الآخرة، وفي الآخرة إما أن يكون بالدخول إلى النار لتطهر ذلك الإنسان مما لحق به من الخبث وهي الأعمال والمعاصي، أو أن يعفو الله عنه فيتطهر من تلك الأخباث إما بالنار وإما بعفو الله عز وجل، لكنه لا يدخل الجنة وهو جامع بين الطيب والخبث، فحتى يطهر. لذلك نسمع هذا الحديث الذي يبين لنا كيف أن هذا الخبث أيضا في الدنيا من يطهر منه من المؤمنين، وما هي بعض الأمور التي يكون بها هذا التطهير. فمن حديث أم العلاء رضي الله عنها تقول: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة بالحمى، وأنا مريضة، قال: اصبري، يعني وجع الحمى، اصبري فإنه يذهب خبث المؤمن كما تذهب النار خبث الحديد. إذن هو كفارة ويطهر هذا الجسد مما اقترف من
المعاصي من المعاصي، وهذا الحديث حسن. فإذا كل هذه النصوص وهي إشارة للمعنى الذي أشرت إليه في مقدمة الدرس، والهدف كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ كلمات الذكر، وكلمات الذكر أعظم ما يكون حفظها عندما تصبح مفاهيمها مدركة، وعندما تصبح تلك المفاهيم يتعامل بمقتضاها، وعندما تصبح تلك الكلمات محل تواصل بين الناس بعضهم مع بعض وتكون حاكمة لأفعالهم، فهذا هو حفظ الذكر، وهذا أهم ما يكون في حفظ ذكر آيات القرآن وكلمات القرآن. وهذه مهمة الرسل، أن يحفظوا ما أنزل الله عليهم من الذكر، أن يحفظوا ما أنزل الله عليهم من الذكر. إنه كان حوباً كبيراً، الحوب إذا رجعنا إلى علماء اللغة وهم يبينوا هذه الكلمة التي وردت في القرآن مرة واحدة في هذه الآية، مرة واحدة، هل الكلمة التي وردت مرة واحدة لا تحتاج أن تحفظ ولا تحتاج أن تكون محل ذكر عند الناس وفي حياتهم ومحل حضور في حياتهم؟ الحوب ماذا قال علماء اللغة في هذا في هذه الكلمة؟ قال صاحب تاج العروس: الحوبة كل حرمة تضيع إذا إن تركها من أم أو أخت أو ابنة أو غيرها. والرجل الضعيف وكذلك المرأة إذا كانت ضعيفة زمنة، إذن هذه الحوبة، فالمعنى يدور على عجز أو ثقل من ضعف، هذا المعنى. وهنا استخدمت وباتفاق المفسرين أن الحوب المقصود به الإثم، والربط هنا أن الإثم ثقل على كاهل مرتكبه، ثقل على كاهل من ارتكب الإثم، فلذلك سمي هنا حوبا. وهنا نجد أن العجز إن ترك الإبنة، أي يدخل في ذلك اليتيم واليتيمة، إن تركهم والدهم حصل العجز وحصل الضعف وحصل استشعار الثقل. ولذلك ننظر عندما جاء في هذا المكان لم يستخدم كلمة الإثم، وإنما استخدم هذه الكلمة التي لها هذا الارتباط بهذا المعنى، ثم جعل لها هذا المعنى وهو الإثم. هل كان لها حضور في استخدام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان لها ذلك التواصل من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام؟ فروى ابن ماجه في سننه بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. وحسن الحديث الألباني رحمة الله عليه: الربا 70 حوبا، 70 نوعا من الإثم
لكي تحضر كلمة الحور، وربطت بذلك الفعل القبيح الربا لكي يكون المعنى حاضر، وأن حوب التي ذكرت هنا عندما ربطت بالربا إذن لا يفهم منها إلا أن المراد الإثم. أيضا في قضية دارجة في الحياة، وهو سفر الإنسان ورجوعه إلى بيته، فورد عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الرجوع من السفر قال: آيبون تائبون عابدون لربنا ساجدون. فإذا دخل بيته سيسمع الأهل ومن في البيت، فإذا دخل بيته قال: توبا توبا لربنا أوبا، لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا. تائبين لله فلا يبقي علينا شيئا من الآثام. واستخدم كلمة الحوب لكي تصبح تلك الكلمة حاضرة في حياة الناس، مدرك المعنى مدرك المفهوم، حين أصبحت دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من ربه، وقد أعلن توبته لربه أنه يطلب توبة لا تبقي عليه حوبا إثما. فإذا نجد من خلال هذه النصوص كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل كلمات هذا القرآن حاضرة بمفاهيمها ومعناها، ويصبح الناس يستخدموها. ولو رجعنا بعد ذلك إلى كتب الآثار لنرى ماذا كان أثر تلك الكلمات في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخدامهم لها، وكيف انضباطهم في استخدامهم لها في تلك المعاني والمفاهيم التي جاءت في كتاب الله عز وجل، لوجدنا شيئا عظيما. وهنا نفهم كيف عندما نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل أصحابه الدخول التام في الإسلام وأخرجهم الخروج التام من الجاهلية، كيف كان ذلك عندما كانت كلمات القرآن حاضرة في حياتهم رضوان الله عليهم، وأصبحت تلك هي استخدامهم ومحل تواصلهم فيما بينهم. ثم يقول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صدرت الآية بقول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا، عطفت الآية على ما قبلها وإن خفتم ألا تقسطوا. كلمة الخوف وإن خفتم، وكلمة القسط ألا تقسطوا. فنقف مع الكلمة الأولى الخوف. طبعا الآية في عطفها وإن خفتم، جمهور المفسرين أن الآية الأولى تحدثت عن أموال اليتامى، والآية هذه تحدثت عن أبضاع اليتامى،
فالأولى تحدثت عن أموالهم، والثانية تحدثت عن أبضاعهم. ومنهم من قال أن الآية إنما تحدثت عن قضية الخوف التي حصلت عند الصحابة بعد معرفتهم لحكم أموال اليتامى، وأنهم خافوا من الله عز وجل أن يدخل عليهم مال اليتامى، فالله عز وجل يقول لهم كما خفتم من أموال اليتامى فخافوا ألا تعدلوا في حقوق النساء. والأول هو الأظهر، لأن الآية فيها أن المسار في مسار الحديث عن اليتامى، عن اليتامى. فنقف مع كلمة الخوف. قال الراغب الأصفهاني: الخوف من الله لا يراد به ما يخطر بالبال من الرعب كاستشعار الخوف من الأسد، وإنما يراد به الكف عن المعاصي واختيار الطاعات، ولذلك قيل: لا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا. لا يعد خائفا من الله من لم يكن للذنوب تاركا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الخوف ما حجزك عن معاصي الله، فإذا زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه، غير محتاج إليه. وقبل أن ندخل إلى الآية، نريد أن نقف حقيقة مع هذه الكلمة لمعنى عظيم. الإنسان الفعل منه يكون من الباطن والظاهر، فهناك أعمال تصدر من الباطن، فالقلب له قول وعمل، والنفس كذلك، فالنفس لها إرادة والقلب له عمل وقول. فالتصديق أساسه في القلب، والحب والخشية أمور مرتبطة بالباطن، والإخبات والخوف والوجل كل ذلك مرتبط بالباطن، والظاهر هي تلك الأعمال التي تؤديها الجوارح، والدين جاء بهما. بل الأصل في الدين أعمال الباطن، وأعمال الظاهر هي فرع على أعمال الباطن. والأصل في صلاح الإنسان صلاح باطنه، ومن صلاح باطنه صلاح ظاهره. وإذا صلح الباطن لا بد أن يصلح الظاهر، فلذلك هو الأصل صلاح الباطن، صلاح الباطن فهو الأصل، وهذا هو الدين. وإن كان في الدنيا الحكم على الإنسان بحسب ظاهره، لكن اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه في الآخرة أساس الحكم على الإنسان وما يترتب على الجزاء والحساب أساسه أعمال الباطن، أساسه أعمال الباطن. ففي الدنيا قد يبطن الإنسان كفرا ويظهر إسلاما وأعمال صالحة وهي صورة النفاق، فيعامل معاملة المسلمين
وفي الآخرة في الدرك الأسفل من النار. فالجزاء في الآخرة أساسه أعمال الباطن. ولما كان الجزاء الذي بين لنا في القرآن أن هذا هو أساسه، فلذلك نجد في القرآن كله أن القضية التي نجدها مرتبطة بكل الأحكام هو إحياء هذا المعنى. وقد وقفنا من خلال الآية الأولى عندما ذكر قضية الخلقة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وقلنا فيه إشارة إلى ذلك العهد الذي كان بين العبد وربه جل جلاله وأخذ الميثاق عليه، وأن الله أمره بالوفاء. فإن هذا المعنى الله جل جلاله جعله محل العناية فيما بينه وبين عبده، ومحل الرقابة، ومحل الحب منه جل جلاله أو البغض منه جل جلاله، أو الرحمة أو السخط والغضب. فنجد أن جل تلك الأمور إنما أساسها ومحورها أعمال الباطن، أعمال الباطن وقيام الدين. ولذلك أيضا أشرت في الدرس الماضي، ليست مجرد التشريعات ووجودها كفيل بوجود الإنقياد، وإنما الدافع الأقوى للإنقياد للتشريع إنما هو وجود أعمال الباطن، فهي المحفز والدافع للإنقياد. ولذلك كان القرآن جل اهتمامه ببناء ذلك، والإشارة إليه عند كل حكم، وأن وجود ذلك المعنى سيكون هو الكفيل بالإنقياد، أو ما يضاد تلك المعاني الطيبة في مقابلة الصدق الكذب، وغير ذلك من الأمور. فلذلك نجد هذا المعنى نجده حاضراً. ولذلك وهذه السورة سورة الأحكام، نسأل الله العون بأننا نقف لنتلمس هذا المعنى من خلال آيات القرآن، لندرك ما هي طريقة هذا الكتاب في نفوذ أحكامه وانقياد الناس. كيف انقاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلك الأحكام؟ كيف تركوا ما اعتادوه وما ألفوه وما تربوا عليه؟ وكيف انتقلت حياتهم؟ ماذا كان عمر في الجاهلية وكيف كان في الإسلام؟ وعموم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تلك النقلة التي حدثت لهم إنما حدثت عندما تأدبوا بأدب القرآن وحصل لهم ما حصل، ومكنهم الله عز وجل ذلك التمكين العظيم حينما خضعوا لآيات هذا الكتاب الكريم. فلذلك قضية الخوف، الخوف من الله جل جلاله، هذه الصفة هي من صفات أعمال الباطن. والخوف من الله أصل، فالله عز وجل أمر بعبادته، والعبادة أداء الواجبات التي أوجبها الله قولا أو فعلا، سواء باطنا أو ظاهرا، وترك المحرمات التي حرمها الله عز وجل قولا أو فعلا، ظاهرا أو باطنا.
هذه هي العبادة، والمتعبد به والمتقرب به هي ما جاء في شرع الله عز وجل كتاباً وسنة. هذا المتعبد به، ما هو أثر الخوف من الله في إنجاز هذا المطلوب؟ أشار علماء الإسلام أن العبادة التي أمر الله بها ووصف بها صفوة خلقه تقوم على ثلاثة أعمال قلبية رئيسة، يتفرع عنها أعمال أخرى هي من أهم أعمال القلوب. أولها محبة الله، وثانيها الخوف من الله، وثالثها الرجاء فيما عند الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فما حفظت حدود الله ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته، فمتى خلى القلب من هذه الثلاث فسد فساداً لا يرجى صلاحه أبداً، ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه. فالأمور الثلاثة أصل ومادة كل خير في الإنسان، إذا خلى القلب منها ترحلت عنه الخيرات وأحاطت به الشرور. وأيضاً يقول الحافظ ابن رجب قال: وقد علم أن العبادة إنما تنبني على ثلاثة أصول: الخوف والرجاء والمحبة، وكل منهما فرض لازم، والجمع بين الثلاثة حتم واجب. فلهذا كان السلف يذمون من تعبد بواحد منها وأهمل الآخرين. فإذن هذا من كلام الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، وكلام علماء أهل السنة في تعصيل ذلك كثير، فهو يعطي دلالة على أثر هذا العمل القلبي على التزام الإنسان بأمر الله وعدم انتهاك محارم الله. فهو في الأوامر يبعد الإنسان عن التفريط والكسل والتهاون، وفي المنهيات يبعد الإنسان عن الاقتراف والمجازفة بارتكاب تلك المحرمات، الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله عز وجل يفعل في الإنسان هذا الفعل. فنجد هذه الآية الكريمة صدرت بهذه الكلمة: وإن خفتم. والمعنى كما قلت للعلماء ذكروا معنيين، فهل القضية ما زالت معطوفة على أحكام اليتامى، وأن الأولى كما قلت في أموال اليتامى والثانية في أوضاع اليتامى؟ فإن قلنا على هذا المعنى فيكون المراد الإجمالي من هذه الخطاب: أي إن خفتم يا معشر أولياء اليتامى ألا تقسطوا في صداقهن فتعدلوا فيه وتبلغوا بصداقهن ما يعطى لأمثالهن من الصداق فلا تنكحوهن. وهنا معنى حقيقة لطيف، وهو نقل المؤمنين من بوابة الخوف إلى منزلة الورع، وهي درجة أعلى.
فالإنسان إذا خاف أن يتعدى حدود الله وأصبح يخشى من ذلك، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع. فإن كان في نفوسكم خوف أنكم لن تقسطوا مع اليتامى في أي أمر، وهو أن الإنسان تكون اليتيمة تحت ولايته، فإذا ما كبرت رغب في الزواج بها فخاف أن يكون زواجه بها إما لأجل مال هو عنده، أو أنه لا يعطيها الصداق الذي مماثل لأمثالها ويظل خائفا. وإذا ما فعل الإنسان ذلك والخوف موجود في قلبه فسوف يظل ذلك التأنيب في نفسه. فهنا نجد فائدتين: الفائدة الأولى كما قلت أنه انتقال لهم من دائرة الخوف إلى منزلة الورع، أن يتورع الإنسان. والأمر الثاني سعة رحمة الله بعباده المؤمنين، وهو أنكم تتركوا هذا الأمر الذي تخشون بفعله أنكم ترتكبون إثماً ولا تريدون أن ترتكبوا الإثم خوفاً من الله، ولا تريدون أن تلقوا الله بإثم، فاعلموا أن الله عز وجل فتح لكم باباً آخر حلالاً، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. اتركوا ذلك الأمر الذي خفتم وخشيتم أنكم لو فعلتموه لارتكبتم أمرا منهي. ما هو النهي؟ أنكم تتزوجون تلك اليتيمة بعد أن كبرت لأجل مالها، أو أن الزواج يكون بإعطاء صداق أقل من المماثل، أو ليس لرغبة صادقة وإنما هو لمعنى آخر وقد يترتب عليه هضمها بعد ذلك وعدم إعطائها حقها. فإذا كان الخوف من الله جعل هذا المعنى حاضراً في أنفسكم، فإذن هو معنى طيب، ولذلك كانت المكافأة فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي انتقلوا إلى غيرهن من النساء مثنى وثلاثة ورباع. طبعاً الخطاب لفرد ولا لمجموع؟ لجمع، فانكحوا خطاب للجمع. مثنى أي مثنى مثنى، أي تزوجوا كل منكم اثنتين اثنتين، أو كل منكم ثلاثة ثلاثة، أو كل منكم أربعة أربعة، وليس المراد ثلاثة اثنين وثلاثة وأربعة كما قال بعضهم فيكون المجموع تسعة، وإنما المعنى فانكحوا ما طاب لكم مثنى، الخطاب للجمع، فيكون مثنى مثنى أي اثنتين اثنتين لكل من رغب منكم، أو ثلاثة ثلاثة لكل من رغب منكم، أو أربعة أربعة لكل من رغب منكم. فإذن فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فإن خفتم، إذن هنا خوف آخر، الخوف الأول خوف من ماذا؟ من عدم العدل في حق اليتيمة. طيب، فالآن توجه الخطاب لغير اليتيمة، فالخوف من ماذا؟
الخوف من عدم العدل بين الزوجات، فمن كان يخاف أن لا يعدل وأنه يخشى من ذلك، قال الله عز وجل: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. فالاقتصار على الواحدة إذا خشي الإنسان عدم العدل بين الزوجات. ولذلك جاء في الحديث أن الرجل إذا لم يعدل بين زوجاته جاء يوم القيامة وشقه مائل يرى على رؤوس الأشهاد، فتعرف جريمته. ما هي جريمته؟ أنه مخل بأعظم صفة وهي العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، وتلك الصفة أنه لم يعدل في أي باب في أمر الزوجة، ويكون ذلك جزء من العقوبة التي ينالها ذلك الإنسان. والمؤمن كما نكرر دائما، المؤمن إنسان أخروي، إنسان أخروي يدرك قيمة الآخرة وأن الدنيا إنما هي مزرعة للآخرة، ففي الدنيا يزرع وفي الآخرة يحصد. فهذا شأن المؤمن، ليس هناك عمل يعمل إلا ومن ورائه مغنم أو مغرم، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فكل عمل بإرادتك فهو إما أن يكون زاداً إلى الجنة، وإما أن يكون للإنسان زاد إلى النار. فلما المؤمن تربى على هذا المعنى، ولذلك نجد وإن خفتم، إذن هنا ما الباعث الذي هنا يخاطب القرآن رب الأرباب يخاطب هذا الإنسان المسلم بهذه المعاني، وأن تلك المعاني هي التي الأعمال القلبية هي التي ستجعله يتجاوب مع تلك الأحكام ويطبق تلك الأحكام. فمن فقد الخوف من الله كيف سيستجيب لهذا الحكم؟ سيجد أي مبرر ليتجاوز الحكم. وهذا شأن المنافق. فالمؤمن إذا فعل المعصية كما قال بعض العلماء، قال: مثله كمثل من على فوق رأسه جبل يخشى أن يسقط عليه، أين بصره؟ للأعلى ولا يمنة ويسرى؟ ينظر إلى الأعلى، يخشى أن الجبل قد يسقط عليه في أي لحظة. قال: أما المنافق إذا أذنب مثله كمثل إنسان الذي وقعت عليه الذبابة فقال بيدها كذا فطارت وانتهى الأمر. فالخوف الذي سيجعل الإنسان في تفكير ويخشى عقوبة الله هو المعنى الذي إن وجد سيتحقق المراد، وهو أن ينكف الإنسان عما حرم الله عز وجل. فمن فقد هذه المعاني كيف يمكن أن يطبق ما أمر الله عز وجل به؟ وإن رجعنا إلى هذا الأمر في